عودة إلى نشرة المصري اليوم من القاهرة والناس وإلى الشأن الخارجي بدءا من لبنان، حيث أعلن رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري من القصر الرئاسي تريثه في المضي بتقديم استقالته رسميا بعد نحو 3 أسابيع على إعلانها. ووفقا للحريري فإن قراره جاء تجاوبا مع طلب الرئيس ميشيل عون بإجراء المزيد من المشاورات. وقال الحريري في كلمة مذاعة تلفزيونيا إنه يتطلع إلى شراكة حقيقية من كل القوى السياسية في لبنان لتقديم مصلحة البلاد العليا على أي مصالح أخرى. أستاذة جيلان، تعليقك على قرار الحريري بالتريث في تقديم استقالته؟ الحقيقة هذا القرار كان متوقع، لأنه بعد الجولة اللي قامها في فرنسا وإلى مصر كان هناك محاولات لتهدئة قراره من الاستقالة، ولكن هو محق في استقالته حيث رأى الجميع الدول العربية والدول الغربية أنه لبنان كانت تذهب إلى أتون آخر تفتح لها المجال أن تكون صندوق بريد يأخذ رسائل إيرانية سعودية أو إيرانية إقليمية، محاولات للسيطرة على القرار اللبناني، محاولات للسيطرة على التوجه اللبناني إلى دولة أخرى، إلى دولة إقليمية زي إيران، وعدم الاهتمام بأن مصالح لبنان أولا وعروبة لبنان أولا. هذا ما كان يحاول سعد الحريري أن يشرحه وما قاله في مضمون استقالته، لأنه هذه الأسباب كان هناك ضغوط عليه. حزب السلاح أو حزب الله الذي يملك السلاح في لبنان هو من يوجه لبنان وليس مصالح لبنان أولا. لبنان يمكن قبل الاستقالة على طول هقول حاجتين، كان هناك احتاج إلى قروض اقتصادية كبيرة، هو الضمانة الوحيدة ليها وجود سعد الحريري في رئيس الحكومة. لبنان يحتاج إلى استقرار في الداخل، ووجود سعد الحريري هو ما يطمئن الغرب ويطمئن العرب بالاستقرار والاستمرار لهذه الدولة اللبنانية. وبالتالي رفع الغطاء واستقالة سعد الحريري جعلت هناك مواجهة بعد قرار الجامعة العربية، مواجهة مع إيران ومن يطمع أن يحول لبنان ساحة للصراعات الدولية.